معي على الهاتف الأستاذ عصام عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للسكواش. يعني كيف تلقيت النبأ؟ هل أبلغك مروان يا أستاذ عاصم بقراره بأن يحصل على الجنسية البريطانية وأن يعني يلعب لصالح الفريق الإنجليزي؟ هو الحقيقة بلغني بس بعد ما خد القرار يعني. بلغك بعد ما خد القرار، رد فعلك كان إيه؟ لا أنا طبعا فوجئت جدا، لأنه النهاردة الصبح لقيت تليفونات كتيرة وأنا كنت سايق على الطريق، فأما رجعت ابتديت أبص في الحاجة ولقيت إن هو مروان خد القرار دوت ونزل بوست بيقول فيه كذا، وبيقول يعني اللي حضرتك قلتيه. فانا ايه يعني ما رضيتش اكلمه، قلت مش هيرد عليا، فلقيته هو بيكلمني بعديها بساعه يعني. قال لك ايه؟ فقال لي قال لي بص يا عاصم، انا حقيقه الامر انا يعني كنت متردد، لكن انا الحقيقه بمر بالظروف ان انا عايز فاضل لي سنتين ممكن احترف فيهم احتراف كامل، وبعد كده انا هعيش في انجلترا مش هرجع مصر تاني، فانا عايز اخد السنتين دول اخدهم هناك وبالطريقه اللي انا شايفها، وانا ده قرار فردي، وانتوا ما انا مش هبقى زي محمد اقول انتوا السبب ولا حاجه، لا انتوا وقفتوا جنبي كتير، لان الحقيقه يعني مروان ساعات كان يبقى عنده مشاكل يعني، بس ده واجبنا يعني. لكن هو قال لي انا مش هتكلم على انه ان انا مشيت نتيجه حاجه، لا ده نتيجه قرار شخصي انا واخده. وقال لي وبالمناسبه ممكن جدا العيله عيلتنا تيجي تعيش كلها في انجلترا يعني. فواضح ان هو كان مثلا عايز يسيب مثلا محمد يجرب ويشوف التجربه عامله ازاي، ممكن يعني حاجه زي كده يعني. انما انا الحقيقه يعني اتفاجئت بالقرار بتاعه يعني. يعني بصراحة زعلت، صدمت، لأنك تصريت تصريح لحضر لأنه حضرتك كنت قايل تصريح قبل كده إنه مروان قال لك إنه أنا مش هعمل زي محمد، يعني أو إن أنا لا أنا موجود في مصر وهفضل ألعب في مصر، أنا حاجة تانية غير محمد ولا يمكن أن أسلك هذا الطريق. حضرتك قلت لنا هذا الكلام. حصل الكلام ده وقت حصل. انا قاعد افكر من ساعتها يعني من الصبح لغايه دلوقتي، لقيت انه الولاد الشباب سقف الطموحات بتاعتهم اصبح لا ينتهي ولا يعني ملوش سقف. فانا يعني قاعد افكر يعني. هو قال لي بالك، هو سالني قال لي بص، انا قال لي انا كان لازم اعمل مكالمتين، مكالمه ليك ومكالمه يعني للراعي بتاعي، الراعي بتاعه اللي هو سي اي بي يعني، وحد من الاشخاص اللي انت اصدقاء السياسه. ف يعني بص كده، بصيت لقيت ان هو الولد ما كانش ناقصه حاجه يعني، عنده راعي وبيديله فلوس كويسه، عنده بيتكافئ كويس في البطولات، فسقف الطموحات لا ينتهي عند الشباب يعني. ما بعرفش ازاي انا مثلا. قال لي بص انا عايز اجدد العقد بتاعي مع نادي هليوبلس، كلمت له كابتن عمرو السنباطي ما تاخرش ثانيه واحده، وقال لي عاصم اهو خلاص، رغم ان احنا كنا واخدين قرار ان احنا ما نجددلوش انما هنجدد له يعني. كل حاجه كانت موجوده يعني، ولكن هو عايز يخوض التجربه يعني، مش عايز يعني بس قال لي انا بعيش 90% من وقتي في انجلترا. بس بصراحة يجب أن نقف عند التكرار. يعني محمد وقال إن كان في مشاكل، آدي مروان وقبلها مصطفى عسل برضو كان بيقول إن في مشاكل، أمينة اسمها أمينة أظن مش كده، أمينة وكان في مشاكل. يعني تكرار المشكلات يطرح علامات الاستفهام يا أستاذ عاصم. والله بصي انا ما بحبش اطلع ادافع عن نفسي ولا ادافع عن انا رئيسه، ولكن احنا يعني احنا لينا اعداء كتير نتيجه تربعنا العالمي يعني. يعني احنا مش احنا خلي بالك يعني، ده موضوع بيثير نقد وحقد دول كثيره جدا، ان احنا
ايه مصر بتاخد كل البطولات، ايه مصر بتاخد عندها الناشئين دول، مصر ايه مصر ايه مصر، يعني الموضوع ده مش واش يعني مش ما هو عايزك ايوه، بس لما ده شيء على فكره، الهيدج هانتنج ده معروف في العالم كله، الناس بتخطف اللعيبه من كل مكان. على لكن انا لما يبقى عندي يعني كنز اسمه الاسكواش ولعيبه هم كنز، ما انا احاول احافظ عليهم. يعني قولي مثلا مروان هنا كان بيعمل كام مثلا، ولما هيروح انجلترا الفرق المادي هيبقى قد ايه؟ لا هو بيتكلم على انه عايز يأمن مستقبله، وهو خلاص الكيرف بتاعه نازل وهو فاضل له مثلا سنتين او سنتين ونص يكمل، فهو حاسس ان هو عايز يطلع يبطل يلاقي حاجه، يلاقي شغلانه، يلاقي عمل يعني يشغله. حضرتك يعني الموضوع برضو ايه طب ما بيتكلم هو على ده شعور انساني طبيعي برضو يا استاذ عاصم، يعني ان هو احنا ما بنوفرش ده للاعيبتنا، يعني ان هو لما يعتزل مش هيلاقي حاجه يعملها. عشان كده محمد عمل كده، عمل كده عشان ممكن يكون مدرب بعد كده، ومروان بيعمل كده عشان يلاقي سبورت في باقي حياته. ده بيخرج وعنده ايه 32 33 سنه. عندنا ناس كتيره. بص حضرتك الموجه دي حصلت من 30 سنه، كان كل الناس اللي بتلعب سكواش سافرت ورجعت وما كانتش عندها قصه التجنيس ده في الجدول بتاعها. فالزمن بيتطور وبيحصل له حاجات كتيره، لكن احنا برضو الاحترافيه عندنا في السكواش غير الكوره. يعني الكوره الموضوع ان مثلا النادي الاهلي بيبعت 2 لعيبه يلعبوا في قطر عشان يامنوا مستقبلهم ويرجعوا تاني النادي الاهلي، انما عندنا في السكواش الموضوع مش كده، الموضوع مختلف تماما. فلازم برضو حضرتك اصول المشكله تتفهم انه الراجل ده رايح يحترف ونتيجه ان هو عايز يكمل حياته في انجلترا، هو عايز يعيش في انجلترا، مش هو يرفض اي بلد تانية غير ان هو يعيش الا في انجلترا. فالقصه مش احنا مش داخلين فيها كاتحاد ان احنا يعني لازم نبان مقصرين عشان هو مشي، لا هو ما حصلش كده. هو الولد بيقول لي نفسه انا انتوا وقفتوا جنبي وعملتوا لي كل حاجه، بس انا ده قراري انا عايز كده. طبعا احنا كان عندنا من التوب 10 ستة، كان عندنا ايوه ستة في الرجالة، ستة. ايوه احنا دلوقتي 2 من الستة دول راحوا ماشي، انجلترا، بقوا 4، يعني ده التلت تقريبا. اتنين تانيين يدخلوا يا لميس، يعني مش قضية يعني. بس انا بخسرهم، انا برضو انا عندي خسارة ناس استثمرت يوم فيها. لما تيجي نلعب دلوقتي ماتش مصر ضد انجلترا، هيبقى مصر بتلعب ضد مصر، يعني حاجة لا مش مصر بتلعب ضد مصر، خلاص هو يلعب، هو هيلعب بالعلم الانجليزي، الموضوع انتهى. طيب يعني وعلى حاجة فكرة من حقه انه طموحه يعلى وما يبقالوش حدود، ده حقه. يعني ما اقدرش اطلب منه ان طموحك يقف عند ال 300 الف جنيه اللي انت بتاخدهم على فكرة يعني، لكن لازم احنا نجاري هذا الطموح ونكبر معاه ونكبر مع طموح اللعيبة والشباب كلهم. والله. بصي حضرتك انا راجل رياليستيك جدا، وعارف ان انا عايش في مصر مش عايش في المانيا. ال الطموح اللي عندي طموح مدروس، واقدر ان انا اخلي اولادنا ياخدوا كل اللي هم عايزينه في ظل دوله بتقدر توفر لهم الحاجه اللي هي في مقدورها، انما انا ما اقدرش في حاجات مش هنقدر نوصل لها، لانه احنا برضو عارفين نظام دولتنا ايه، وعارفين اقتصادنا عامل ازاي، وعارفين الظروف اللي احنا بنمر فيها، ولازم كلنا نكون فاهمين الموضوع ده. مش معقول ناس هتبقى فاهماه وناس مش فاهماه، انا ده رأيي الشخصي يعني. يعني انا بس يحز في نفسي جدا انه يكون عندي 6 توب من التوب 10 اخسر منهم 2 في ان سنتين شاء ورا الله بعض يا استاذ عاصم. ان شاء الله لو قدرنا السنة الجاية يكون في التوقيت ده بالظبط، هتلاقي برضو العدد مكتمل زي ما انت تتمنيه يعني. شكرا سيد رئيس الاتحاد المصري سكواش استاذ عاصم خليفة.